مساء الفل، كل سنة وانتو طيبين. طبعا انا مستنية بس اما تتجمعوا. انا فاتحة انستغرام وفاتحة فيسبوك لايف، بس انا مستنية بقى تتجمعوا كده وتنوروني. قول يا مها. حاضر، هتقول مها. يا بت بت ما بتك. مساء الفل، عاملين ايه؟ البث شغال. طب كويس. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب كده ان شاء الله، ويا رب ما نكونش كلنا كده كلنا كحك كتير زي ما انا عملت. طبعا طبعا، انا هجاوب على كل حاجة والله، ما تقلقوش. عشان في حاجة حصلت غريبة جدا. انا بس عايزة اكبر كمية من الناس يجوا علشان يبقى الكلام كل سنة وانت طيب يا وائل، ميرسي، انتوا الاجمل والله. حلو الايموشن ده. ميرسي، ربنا يخليك يا رب. انتوا اللي طيبين وانتوا اللي قلبكم زي الفل، وانتوا اجدع ناس وانتوا احسن ناس طبعا، وانتوا اخواتي كلكم، وانتوا عارفين انا بحبكم قد ايه. دلوقتي في حاجة حصلت غريبة جدا. امبارح بالليل كان في وقت متأخر، يعني كنت قاعدة كده مع نفسي. المهم كتبت بوست. انا كنت بعبر عن حاجة جوايا في البوست ده. طبعا انا كتبت البوست ما كنتش متوقعة ان الدنيا كلها هتتقلب بالشكل ده. انا لسه صاحية من النوم على فكرة، وما كنتش متوقعة ان الفيسبوك والناس والسوشيال ميديا والناس عمالة تتكلم، واصحابي عمالين يكلموني، ولقيت كمية تليفونات رهيبة على الموبايل عندي. طبعا انا استغربت جدا. البوست ملفت للنظر. هو ملفت للنظر، بس على فكره هو مش جديد عليا ان انا بكتب بوست، مش جديد عليا ان انا لما اكون متضايقه من حاجه بتكلم وبقول او بكتب لكم، بالذات على الفيسبوك بكتب لكم ان انا متضايقه من كذا، او مثلا لما حاجه بتحصل لي وربنا بينصرني فيها فبكتب لكم ان ربنا نصرني. على فكره انا بعمل الفيديو ده للتوضيح للناس اللي عندي على الفيسبوك وللناس اللي عندي على الانستجرام. الفيديو ده بقولها تاني للتوضيح، علشان في نفوس مش لطيفه ابدا، وفي ناس بتصطاد في الميه العكره زي ما بيقولوا، ودي حكاية زي أي حكاية أنا بحكيها، وزي أي حكاية أنا هحكيها، لأن أنا لسه عندي حكايات كتيرة قوي 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 مع زملاء كتيرة قوي قوي قوي. ومش عيب إن الواحد يحكي، ومش عيب إن الواحد يطلع اللي جواه في توقيت معين. الموضوع برضو بالنسبة لأصدقائي على الفيسبوك ولأصدقائي على الإنستجرام، والتوضيح ده ليكوا أنتوا مخصوص، اللي هو انا جت عليا فتره من الفترات ايام ما كنت بكابوزة، وكنت تخنانه اكتر من كده بكتير. كنت بشتغل كويس جدا وما كنتش محتاجه لحد، بل بالعكس الناس كلها اللي كانت بتتقرب لي وعايزين نشتغل معاهم، البونبونايه بتاعه اي فيلم بتاعه اي مسلسل، البنوته القلبوزه اللذيذه زي ما انتم حابيني وزي ما انتم عارفين. المهم جه عليا وقت ظهري كان وجعني جدا، ركبي وجعتني جدا، لقيت نفسي ان انا عجزت بدري، او ان انا خلاص الموضوع داخل في ليله كبيره قوي بظهري، وخصوصا ان انا عيلتي كلهم ظهرهم بيوجعهم كلهم وركبهم وحاجات كده، عندنا مشاكل يعني. المهم رحت عملت دايت جامد جدا، وعملت ليله كده مع نفسي، وخسيت لدرجة أبهرت الناس كلها. وكنت ساعتها المفروض طالعة ببرنامج، والبرنامج ده تأجل كذا مرة، ولاجل حظي إن البرنامج ده طلع وأنا خسة، فده كان لمصلحتي. المهم أول ما خسيت سنة
قاعدة في البيت. تاني سنة قاعدة في البيت ما بشتغلش. تالت سنة قاعدة في البيت. ايه ده؟ كتير جدا قاعدة في البيت كتير قوي. عمالة بسأل، طب انا غلطت في حق حد؟ طب انا عملت حاجة وحشة لحد؟ ده انا الناس كانت بتجري ورايا، ده انا الناس كانوا بيتمنوا ان انا اشتغل معاهم. طب في ايه؟ ايه اللي حصل؟ المهم حد كده تبرع وقال لي بصي انت دلوقتي عملتي حاجة زي تشك للمنتجين وللمخرجين، كانوا شايفينك كاركتر معين وكانوا شايفينك في حجم معين فبيحطنك في ادوار معينة. طبعا انا استغربت للكلام ده، لان طبعا مش معقول يعني مفيش دكتورة تخينة، مفيش مهندسة تخينة، مفيش بياعة كشري تخينة، مفيش بياعة فجل تخينة، يعني مفيش وزيرة تخينة، مفيش مدرسة تخينة، يعني مش معقول يعني كل الناس اللي بيمتهنوا كل المهن رفيعين، مش معقول. خلي بالكم يا جماعة أنا مش مركزة في الكومنتات خالص عشان ما تتعبوش نفسكم يعني، عشان أنا بحكي وبختصر يعني. المهم فحد اقترح عليا قال لي لا اسعي ومفيش مشكلة ودي حاجة ما تضايقكيش ولا كرامتك بقى ولا تتكلمي ومش عارف إيه. المهم لجأت لحد صديق ليا كان زميلي وزميل جوزي وكان طبعا هو عند جوزي شويه في بيته واهل بيته فاتحين زراعيهم زي ما بيقولوا ولا زراعيهم زي ما بيقولوا لي، وفي نفس الوقت جوزي نفس الحكايه في بيته، وحد صديق انا بثق فيه جدا، مش عيب ان انا اتكلم معاه واعيط واتكلم معاه واطلع اللي في قلبي واقول له ان انا حزينه ان انا قاعده في البيت، ان انا انت اخويا، انا ماليش اي مصدر رزق تاني، وانت اكتر واحد عالم بالظروف وعالم. رغم ان انا لما قلت لمجدي ايامها الكلام ده من كذا سنه، قلت له انا هكلم زمايلنا اللي هم نجوم هكلمهم واكيد انا ليا دلال عليهم، هكلم معاهم وهقول لهم انا عايز اشتغل مش عيب. مجدي قال لي لا، قال لي ما تعمليش كده، اولا هتقللي من نفسك، ثانيا ممكن تلاقي رد فعل هيضايقك جدا وهتلاقي نفسك مش مبسوطه خالص. المهم انا ما عملتش بكلام مجدي طبعا، ورحت مكلمه زميلي ده وعيطت وقلت له على فكرة أنا في ظروف نفسية مش كويسة وابتديت أخش في مرحلة اكتئاب وأنا عايزة أشتغل، وكل الناس بتقول لي اللي تشك اللي أنت عملتيه لما خسيتي الناس مش عارفين يوظفوكي وأقف جنبي ومش عارف. حقيقي حقيقي هو رحب جدا وقال لي طبعا وانت أختنا وما كناش نقف جنب أختنا، هنقف جنب مين؟ وي 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 وي. المهم قلت له كتر خيرك ربنا يخليك. لمجدي الكلام ده لان انا بقوله لك من ورا مجدي. المهم فعلا بعدها بكام يوم لقيته كلمني في التليفون وقال لي يا مها في دور حلو قوي والدور ده انا شايفك فيه وان شاء الله يكون لك نصيب فيه، بس هطلب منك طلب. قلت له ايه؟ قال لي ممكن هديكي نمره المخرج، انت ما اشتغلتيش معاه قبل كده، ممكن تكلميه في التليفون. طبعا دي بالنسبة لنا احنا مش لطيفة يعني، اما ترشح من النجم وبعدين يبعتولي واقعد مع المخرج افضل من ان انا اكلم المخرج واقول له انا فلانة الفلانية وانا عايز اشتغل معاك، دي مش حلوة في حقنا. بس برغم من ده وانا ساعتها كنت في اشد الاحتياج قلت له ماله اعمل ده، حاضر ابعت لي رقم المخرج. وفعلا بعت لي رقم المخرج وكلمته، والمخرج برضو زميلنا. وعلى فكرة انا ما قلتش اسماء حد لان في ناس كتير حصل معاهم المواقف دي. المهم عشان ما اطولش عليكم، حصل ان اتفاجئت ان اتبعت لي دور غير الدور اللي اتقال لي عليه خالص، والدور مثلا كل فين وفين مشهد، ويا ريت الدور حتى لو صغير فعال، لا ما كانش فعال، يعني ما كانش ليا اي لازمه في المسلسل. طب ما انت كان ممكن تقول لي احنا ما عندناش ادوار، كان ممكن تقول لي يا مها خليكي في وقت تاني، كان ممكن تعمل معايا واجب تاني مع اصحابك المخرجين او المنتجين وتقول لهم شغلوا مها، ايه المشكله؟ ما انا خلاص، ما انا تنازلت واتكلمت وحطيت على كرامتي ليمونه زي ما بيقولوا وقلت لك.
المهم ما علينا. رحت طبعا انا استغربت جدا وعايزه اكلمه، يعني انا عايزه اتصل بيه اقول له ايه اللي حصل، او اقول له طب كنت قلت لي ان الدور دور كومبارس ومفيش داعي وخلاص يعني، وما تشتغليش يعني، ايه المشكله؟ مش هزعل منك، انت كفايه ان انت رحبت بيا، يعني كفايه ان انت كمان قلت لي هقف جنبك وانت اختنا وعملت الحاجات اللي انت ايه يعني. المهم اتصل بيه ما يردش، اتصل بيه ما يردش، تقريبا حوالي 10 او 15 مره اتصل ما يردش، بقيت اتصل من تليفون جوزي ما يردش، كتير جدا جدا جدا. رحت متصله بوكيل اعمال زي ما بيقولوا، وكيل اعماله كمان ما بيردش، لان وكيل اعماله بيتعامل على انه فلان ده. المهم بعت مسج لوكيل اعماله قلت له عيب رد عليا، انا عايزه اللي مشغلك، فما ردش عليا. قلت له طيب بلغه ان انا مش هرفع عليه سماعه التليفون تاني. وبالفعل اتضايقت جدا، كانت حالتي النفسيه زي الزفت، وندمت ان انا ما كانش لازم اشحت طبعا، لان دي شحاته، انت صح ما كانش لازم اشحت، طالما انتوا مترجمينها على انها شحاته كويس ان انتوا ترجمتوها على انها شحاته، انا ما كنتش مترجماها كده، انا كنت مترجماها على ان ده اكل عيش، على ان ده سعي، لان امي قالت لي انت نايمه وكئيبه وما بتعمليش وما بتسويش، لا اسعي اسعي يا عبد وانا اسعى معاك، اسعي. لدرجه ان انا من كتر السعي اللي سعيته، الكلام ده من كذا سنه، كتبت في اجنده عندي كده انا سعيت مع مين وكلمت مين من الزملاء ومين ما وقفش جنبي ومين ما عملش معايا حاجه، واصلا نسيت الموضوع من سنين فاتوا لان كنت في موضوع تاني اكبر. المهم خلال الفتره دي كنت في فرح، وبعدين قابلت زميل تاني. الزميل التاني ده كنت بشتغل في شركه وانا كنت بعمل برنامج، وهو الزميل ده كان بيعمل برنامج قبل ما يتشهر وقبل ما يتعرف وقبل وقبل، وكان لما بيشوفني كان بيسلم عليا بترحاب جامد جدا، يقول لي منوره يا استاذه، ازيك يا استاذه، مش عارف ايه، يعني كان حد كده ايه راقي في التعامل بتاعه. فقلت يا بنت ما يجراش حاجه، يعني برضه هيبقى في نوع من العشم، ده كان لما بيشوفك اما انت بتصوري في البلاتون اللي جنبه بيسلم عليكي، ومش انتم مش صحاب، بس كان في بينكم حاجه لطيفه يعني. المهم لقيته في الفرح ده، فرحت داخله عليه، كان واقف كل الناس حواليه طبعا لان هو كان في الفتره دي ابتدى يتشهر، فدخلت فقلت له مبروك والف مبروك، و ايه بقى وانا كل ده محرجه، ايه بقى احنا مش هنشتغل مع بعض ولا ايه؟ راح باصص لي قوي كده وراح قايل لي الدور بينادي صاحبه، ربنا يسهل. طبعا انا استغربت للرد، يعني كان ممكن يقول لي ان شاء الله ربنا يكرم، ان شاء الله ربنا يسهل، طبعا انت اختينا، انت مش عارف ايه. طبعا يا جماعه انا مش هعمل ولا بلوك ولا هعمل اي حاجه لاي سفاله بتدخل، لاني معروفه دول مين وجايين من طرف مين، فعادي يعني عادي 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 عادي. المهم برضو انا بعمل الفيديو ده ما زلت بقول للتوضيح للناس اللي بيحبوني على الفيسبوك والناس اللي بيحبوني على الانستجرام، مش لاي حد خالص في الدنيا. طبعا بناء على اللي حصل انا جالي اكتئاب، تعبت جدا، عيطت كتير جدا، وانا مش المفروض ان انا اقول لكم كده لان ما حدش لي عندي حاجه على فكره، ومش مطالبة ان انا برر حاجة خالص، انا واثقة من اللي انا بقول، واثقة من نفسي جدا، بس انا عييت وخدت ادوية وما زلت باخد الادوية دي لغاية النهاردة. شيء طبيعي ان انا لما الاقي حاجة تلفت نظري وفيها رد اعتبار بالنسبة لي انا شخصيا باللي جوايا لازم اعبر عنه، وعبر عنه على صفحتي، انا ما رحتش عبرت عنه في صفحة حد، ولا رحت نميت على حد، ولا رحت اتكلمت على حد من ورا حد، لا انا كتبت بصراحة شديدة، وانا ولا شمتانة ولا بشمت في حد ولا عايز اشمت في حد، ومفيش حد يستاهل ان انا ارتكب ذنب واشمت فيه، ويوم ما هشمت اروح اشمت في نفسي
ان انا احسن من ناس كتير قوي على الساحة وما بشتغلش، كنت شمت في نفسي، كنت شمت في قعدتي في البيت، بس عادي انا راضية لان ربنا مراضيني بحتة تانية. ربنا مراضيني ان تلات ارباع اعمالي بتنزل على الشاشة، ربنا مراضيني ان انا كل ما اطلع لايف كل الناس بتكلمني على الوتاد وعلى حديث الصباح والمساء وعلى الباشا تلميذ وعلى وعلى كلم ماما وعلى وعلى كل الاعمال اللي انا عملتها واسعدت بيها الناس. فده مش مضايقني بس، فبلاش بقى الناس اللي بتنتهز الفرص ورط رط 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 وفاضيين في العيد عشان ما فيش خروجات وفي حظر، قاعدين بقى بي ايه بي بي زي ما بيقولوا ايه على السقطه واللقطه. يعني مثلا عندكم ناس كتيره قوي كان بيبقى عندها مشاكل في شغل، بيطلعوا ويكتبوا ويعبروا عن المشاكل دي ويخبطوا في ناس تانية. ليه الناس زعلانه؟ ما انتوا بتطلعوا تعبروا، ولا المفروض الناس تطلع تعبر عن اللي جواها وتخبط في ناس تانية والناس ما تكلمهاش، وانا لما اطلع اعبر عن اللي جوايا الناس تزعل؟ مش من حق حد يزعل، وانا راضيه عن اللي انا عملته لان انا رضيت نفسي نفسيا، لان انا ما زلت بتعالج من حصرتي من رد فعل مش الاتنين زملاء دول بس، لا ده في زملاء تانيين كتير بس كله باوانه، وانا مش بكتب مذكراتي ولا هموت بكره ولا، كله بايد ربنا. احنا في زمن الكورونا فلا خالص، انا بلاقي ربنا بيوريني في حد كده في يوم ما دخلتش قلت والله ده انا شمتانه ده انا مش عارف، لا. وبعدين انا دايما اما بيحصل معايا اي موقف وربنا بيرضيني بروح داخله وقايله للناس يا جماعه حصل لي كذا كذا، ربنا كبير زي كده ما طلعت قبل كده وقلت، قلت دايما كده ربنا كان دايما بيقول لنا ولو بعد حين. ربنا من كتر ما شاف الظلم من البشر للبشر اعتقد ان من رحمة ربنا علينا انه لغى ولو بعد حين، وبقى بيورينا في الناس في ساعتها عشان يرضي الناس اللي بتتحصر، يرضي الناس المظلومة، يرضي الناس اللي بيتداس عليها. وانا هفضل زي ما انا، واي حاجة هشارككم فيها سواء على الفيسبوك او على الانستجرام. اللي مش عاجبه كلامي ما يدخلش، ما يعملش لايك. اللي مش عاجبه كلامي ما يدخلش يتفرج عليا. صفحتي بسم الله ما شاء الله كبيرة، 9 ملايين. اهلا وسهلا بالناس المحترمة، اهلا وسهلا بالناس المتفهمة. في الباسكت الناس اللي ملهاش اي لازمة اللي لسانها طويل. طبعا انتوا عارفين ان احنا في عيد ومحتاجة اشرب كوباية شاي واكل كحكاية، اصل النهاردة الفري بتاعي، معلش عطلتكم، وربنا يكرم بقى في ماتش النهاردة. دعواتكم، يلا باي باي. ميرسي، ربنا يخليكوا ليا يا رب وما تحرمش منكوا ابدا.